مريم اجيلك قبل ما ناخد بقى ايه وسط الضحك كده. تمام خلصنا. تمام تمام طيب قولي لي بقى ايه موضوع العياط، يعني ايه البريشر اللي كان عليكي بالشكل ده؟ يعني كنا اول مره نلعب الصيد في ماتش مهم كده نهائي كاس ونوصل للشوط الخامس بالظبط، وكم ماتش عايزين نكمل الحلقه بقى. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان مريم اصلا يعني الاجانب اللي بييجوا المحترفات في الفرقه، مريم لازم تديهم كورس في الاول، صح الكلام اللي بقوله كده؟ ايوه صح. لازم تديهم كورس وتعمل لهم سيتنج جديد وسوفت وير جديد وتظبط لهم الدنيا عشان يقدروا يتاقلموا مع الوضع. فطبعا كان ماتش مهم وانا ضيعت السيرف في نقطه مهمه جدا، كان ممكن نخسر الماتش خالص. لا بس فانا ما ضيعتيش كتير، انا ما حسيتش. لا يعني السيرف 12 اول جيم خامس وبطوله واول مره نوصل كده مع نادي الصيد ونهائي كاس، وعمرها ما حصلت ان احنا يعني تقريبا خسرنا الكاس مثلا من اكتر من 30 سنه. فان انا ابقى السبب في ده يعني كان حاجه مش سهله يعني. بس بعد بقى الفوز والمكسب والكلام ده كله يعني كان ضغط بقى وطلع في العياط. بس انتوا حسيتوا قد ايه الناس كانت فرحانه ولا لا؟ حسيتوا الناس تابعتكم ازاي؟ شفتوا نسب المشاهده عامله ازاي؟ اكيد بتشوفوا على السوشيال ميديا ده اكيد يعني الناس متابعه، وده برده على فكره انتوا نجحتوا تبنوا الثقه كده، يعني حتى الناس اللي كانت بتتفرج كانت حاسه ان مش هنخسر. لا مش هنخسر.